السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ يا شباب دلوقتي نعمل كوركشن لهومورك الألجبرا على قد ما نقدر كده، عشان بس إيه نكسب وقتنا في الحصة وما نضيعش الوقت ونحاول ننجز إن شاء الله. يعني معاكم أنا هو يعني صوت وصورة، نحاول نسمع الفيديو كويس جدا، ولو في حد عنده مشكلة إن شاء الله كده إيه في الحصة يبقى يقول بقى، بس نبقى وفرنا برضو إيه أكبر قدر من الوقت. يعني احنا في بيج 8 اللي هو الموضوع بتاع الـ finding the domain of a function algebraically. يلا مع بعض كده نحل الأسئلة اللي قدامنا دي، ان شاء الله الأسئلة كلها سهلة ان شاء الله وبسيطة. يعني the domain of the function f of x equal x power 2 plus 2x plus 1. احنا كنا اتفقنا ان الدومين بتاع الفانكشن هي الـ available x او الـ possible values of x اللي انا ينفع ان انا اعوض بيها الفانكشن من غير ما يسبب مشكلة للفانكشن، يعني هي بمثابة إن هي حماية للفانكشن من أي مشكلة تحصل لها. طبعا مشكلة الفانكشن هي تحصل لها undefined، والundefined بيتكرر معايا في الفانكشن في two cases زي ما احنا قلنا. لو أنا عندي fractional function إن ما يظهرش zero في الدينومينيتور، ولما يكون في عندي even root ويظهر جوه الروت ده إيه negative. طيب السؤال الأولاني ده كلنا شايفين إن دي اسمها polynomial function، واحنا قلنا ان اي بولينوميال فانكشن طبعا مش واضح فيها ان فيها فراكشن ولا واضح فيها ان هي فيها روت، فبالتالي نقدر نقول انه الدومين بتاع الفانكشن الاولانيه هو ايه، هو ار. يعني الفانكشن ما عندهاش مشكله في جميع فاليوز بتاعت الريل نمبرز، فاقول ان الدومين بتاعها هو ايه، هو ار. اتفقنا؟ طيب السؤال اللي بعديه، the domain of the function f of x equal 1 over x. نيجي نسأل الفانكشن دي انت مشكلتك ايه، هتقول انا مشكلتي ان اللي تحت ده الدينومينيتور بتاعي يبقى ايكوال 0، فلازم نعمل ريجكت للزيرو. فنحميها من الزيرو ازاي؟ ان انا اقول ان الدومين بتاعه هو ايه، هو r difference 0. بنفس الطريقة السؤال اللي بعديه، عندي 1 over x minus 1 نفس الكلام برضو، عندي fractional function، انت يا function عندك مشكلة، هتقول اه انا عندي مشكلة ان ده يبقى ايكوال زيرو، فبالتالي ان انا كاكس ما ينفعش اقول ان انا ايه ايكوالز 1، فلازم بقى ايه يبقى الدومين بتاعنا هو ايه، هو ار اكسبت مين، ار اكسبت 1. طيب السؤال اللي بعديه نمبر 4، برضو الفانكشن اللي قدامنا دي كلنا شايفين ان الفانكشن دي فراكشنال فانكشن برضو، فهي بالتالي هل هي عندها مشكلة؟ اه هي عندها مشكلة. ايه مشكلتك؟ ان انا برضو ما بقاش ايكوال زيرو، فهنمسك ال 2 اكس دي ونشوف ال 2 اكس دي امتى تبقى ايكوال زيرو، باي ديفايدد باي 2 يبقى وي جت اكس ايكوال زيرو، يبقى الدومين بتاعنا هو ار ديفرنس زيرو. طبعا ار ديفرنس زيرو ممكن تيجي في بعض الامتحانات اسمها ار ستار، يعني ار ستار او ار ديفرنس زيرو هي نفس المعنى. نمبر 5 يلا بنفس الطريقة بسرعة كده، يبقى انا عندي نفس الكلام denominator ب 3x plus 6 equals 0، so 3x equal negative 6، يبقى we get في النهاية ان x ما ينفعش تبقى equal negative 2، ففي الحالة دي بنقول ان الدومين بتاع الفانكشن دي ال r كلها except مين؟ except ال negative 2. طيب نمبر 6 بنفس الطريقة برضو، انا مش هبص فوق خالص، الفوق لا يعنيني بشيء ابدا بالنسبة للدومين بتاع الفانكشن، لكن هي المشكله دايما بتكون فين، في الدينومينيتور، فواضح طبعا ان الفانكشن دي مش هتقبل مين، مش هتقبل 3، فهتكون ار ديفرنس 3. نمبر 7 هنبص برضو على الدينومينيتور بتاعنا، طبعا كفانكشن دي برضو احنا بنسالها كالمعتاد، انت مشكلتك ايه؟ انا مشكلتي عندي دينومينيتور، انا ما ينفعش ان انا يبقى يطلع زيرو تحت في الدينومينيتور، فانا بحميها من الكلام ده، فانا هقول اكس باور 2 ماينس 1 ايكوالز 0، يعني x power 2 equals 1 by taking square root، يبقى x equal positive or negative 1، يبقى هي ال positive وال negative 1 دول هم دول اللي يعتبروا الممنوعات للفانكشن دي، فهقول ان الدومين بتاعنا هو r except negative 1 ومين؟ و1. جميل جدا. تعالوا نبص كده السؤال اللي بعده، if the domain of the function h of x، طبعا اسمها h of x اسمها f of x، ما نشغلش بالنا باسم الفانكشن. يعني هو قال ان الدومين بتاعها هو مسميها r، الدومين r،
ايه ده؟ ده الدومين ار برغم ان هي عندها ايه؟ عندها دينومينيتور. معنى ان الدومين ار وهنا عندي دينومينيتور معناها ان الدينومينيتور ده لا يمكن في يوم من الايام يساوي كام؟ يساوي زيرو. فيا ترى ايه هي الفاليو او الفاليوز الممكنه للكي عشان يحقق فعلا ان الدومين بتاع الفانكشن دي يبقى ايه؟ يبقى ار. كلنا شايفين انا عندي اكس باور 2 وبعدين في عندي بلس. المفترض ان النمبر اللي هنا ده لما يجي يتحط المفترض ان الاكسبريشن ده امبوسيبل ان هو يكون ايكوال زيرو، وطبعا ده هيتحقق لما يكون عندي اللي هو سم اوف تو سكويرز. يعني هو امتى هيكون في زيروز؟ لو هو ديفرنس بتوين تو سكويرز، يعني اكس باور 2 ماينس لو كانت دي ماينس اني بوزيتيف نمبر، يبقى هنا معنى الكلام ده ان انا في عندي دومين هيكون ار ديفرنس حاجات. لكن طالما هو ار بس يبقى لازم القيمه اللي هنا دي تبقى بوزيتيف كوانتيتي، وانا عندي البوزيتيف كوانتيتي في كل التشويسز دي هي مين؟ هي الفور. اتفقنا؟ يبقى اكس باور 2 بلس 4 طبعا دي احنا متفقين ان هي امبوسيبل تو بي ايكوال زيرو، لان اكس باور 2 بلس 4 دي هي اسمها سم اوف تو سكويرز، احنا مش عندنا في الماث اصلا في الفاكتورايز سم اوف تو سكويرز اصلا. تمام كده؟ طيب النكست ذا دومين اوف ذا فانكشن، طبعا شايفين قدامنا اكس ماينس 5 اول باور 2، بنفس الكلام برضو هنمسك الدينومينيتور حتى لو كان باور 2 باور 3 باور ايا كان. يعني هو ات مينز ان اكس ماينس 5 ريبيتد مرتين، يعني اكس ماينس 5 باور 2 معناها ان هي متكرره مرتين، فهناخد واحده بس منها ونعملها ايكوال 0، يبقى الاكس بيساوي 5، يبقى هو ده الممنوع بتاع الاكسات اللي ما ينفعش ان هي الفانكشن تاخدها عشان ما تسبب لهاش مشكله. يبقى الدومين بتاع الفانكشن هو الار كلها اكسبت مين؟ اكسبت ال5. نمبر 10، في عندنا فانكشن موجوده قدامنا فراكشنال فانكشن برضو. يا ترى الفانكشن دي عندها مشكله؟ طبعا عندها مشكله. عندها مشكله في ايه؟ ان الاكسبريشن ده برضو ما ينفعش يبقى ايكوال زيرو. طبعا ده هنعمل له فاكتورايزيشن باي طريقه من الطرق، بالكالكوليتور بالفاكتورايز اللي احنا عارفينه، لو حد يعرف فاكتورايزيشن. ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اكس بلس 5 اول باور 2. اكس بلس 5 اول باور 2 هو بيعبر عن اكس باور 2 بلس 10 اكس بلس 25. فبالتالي برضو ان اكس بلس 5 دي المفترض ان هي ما تكونش ايكوال 0، فالاكس ما ينفعش تبقى ايكوال نيجاتيف 5. فنقول ان الدومين بتاع الفانكشن هو عباره عن ار ديفرنس نيجاتيف 5. اتفقنا؟ طيب نيجي للسؤال اللي بعده نمبر 11. برضو الشكل اللي قدامنا بيعبر عن فراكشنال فانكشن، برضو هنمسك الدينومينيتور، هو اللي يهمني الدينومينيتور هو ده اللي ممكن يسبب مشكله للفانكشن، وهنقول ان اكس باور 2 بلس اكس ايكوال 0 امتى؟ طبعا دي فاكتورايزابل باي تيكينج اكس كومون فاكتور، يبقى وي جت اكس بلس 1. فاحنا كلنا شايفين وملاحظين احنا عندنا تو فاليوز هيسببوا الزيرو للفانكشن دي في الدينومينيتور، اللي هي الاولانيه دي هتطلع 0، والثانيه دي هتطلع نيجاتيف 1. فالممنوعات بتاعت الفانكشن دي هي ار اكسبت نيجاتيف 1 و0. الكلام طبعا سهل وبسيط جدا. طب نيجي نمبر 12، في عندي برضو فانكشن قدامنا. برضو انت مشكلتك ايه يا فانكشن؟ انا مشكلتي ان اللي تحت ده ما ينفعش يبقى ايكوال 0. اقول لها ماشي حاضر، انا هحميكي ان هي ما تطلعش ايكوال 0. يبقى اكس باور 3 ماينس 1 ايكوال 0 امتى؟ يعني اكس باور 3 equals 1 by taking cube root the two sides، يبقى we get ان ال x تبقى equals 1. يبقى انا كده ايه؟ هحمي الفانكشن دي من مين؟ من ال 1. فهيكون الدومين بتاعي هو r difference مين؟ r difference 1. طيب نمبر 13، ملاحظين ان دي fractional function برضو، بس ال fractional function دي كده ايه؟ ال 3 اللي موجوده في الدينومينيتور دي طبعا دي غلبانه، مش هتعمل لها حاجه خالص خالص خالص، لان هي كونستانت عند ال 3. فدي تعتبر الفانكشن اللي قدامنا دي الدومين بتاعها هيبقى ار على طول، لان ال 3 امبوسيبل ان يبقى ايكوال كام؟ يبقى ايكوال 0. نمبر 14، هنيجي للفانكشن دي هنقول لها انت مشكلتك ايه يا فانكشن؟ هتقول لي انا معايا ايفن روت. معنى ايفن روت ان معناها ان اللي تحت ده
ما ينفعش يبقى ايكوال نيجاتيف، فمعنى ما ينفعش انه ايكوال نيجاتيف معناها ان هو يبقى ايكوال جريتر ذان اور ايكوال زيرو، يبقى لازم الاكس دي شرطها تبقى اكس جريتر ذان اور ايكوال زيرو، فبالتالي نقول ان الدومين بتاع الفانكشن دي هو ايه؟ من زيرو كلوز لحد فين؟ لحد انفينيتي. نمبر 15 نيجاتيف 2x، نفس القصه اللي فاتت بالظبط، برضه هنشتغل عليها كده، هنقول نيجاتيف 2x لازم تبقى greater than or equal 0 by divided by negative 2، وما ننساش divided by negative، يبقى لازم ايه نعمل change للساين اوف inequality، فنقول ان ال x smaller than or equal كام؟ 0. يبقى انا عندي الدومين بتاع الفانكشن دي هي من اول negative infinity لحد 0 closed. بنفس الطريقه برضو يا شباب 16، هي برضو بص يا جماعه طريقه الحل بتاعت الروت سهله قوي يعني، بس انا بقول even root يا جماعه، انا باكد ان انا بتكلم على even root، ده even root، فانا هشتغل على x minus 3، يبقى x minus 3 greater than or equal 0، so x greater than or equal 3، فلازم ال values بتاعت ال x تتاخد من اول ال 3 closed لحد فين؟ لحد infinity. نيجي على السؤال اللي بعده. number 17 7 over square root x minus 3. تعال نبص على الفانكشن دي، هنلاقي ان الفانكشن دي اللي قدامنا هي عندها تو بروبلمز، عندها مشكلتين، المشكله الاولانيه ان هي فيها فراكشن، والمشكله الثانيه ان هي فيها طبعا ايفن روت. فهو القصه كلها عندي عشان احمي الفانكشن من الكلام ده، انا عندي مبدئيا اكس ماينس 3 اللي قدامنا دي، دي المفترض ان هي موجوده تحت السكوير روت، فانا هحميها اقول اكس ماينس 3 greater than، اقول ايكوال ولا بلاش اقول ايكوال؟ لا بلاش اقول ايكوال، لان ما ينفعش يبقى ايكوال 0 فين؟ في الدينومينيتور، فبالتالي ان الاكس هتبقى greater than كام؟ 3، فهيكون الدومين من 3 open لحد فين؟ لحد infinity. طب نفس الكلام بالظبط السؤال اللي بعديه، نفس القصه بالظبط، برضو عندها مشكلتين، المشكله الاولانيه عندها even root، والمشكله الثانيه عندها denominator، فهقول ان 4 minus x greater than، احط equal ولا ما احطش؟ لا ما نحطش equal طبعا عشان denominator، يبقى 4 minus x greater than 0، يبقى negative x greater than negative 4 divided by negative 1، so هنستنتج ان انا عندي x هنعمل divided by negative، بنعمل ايه؟ يبقى change، يبقى x smaller than كام؟ smaller than 4، فهيكون الدومين بتاع الفانكشن دي من negative infinity لحد 4 open. نيجي على السؤال اللي بعده. تعال نبص على الفانكشن الظريفه دي، تعالى يا فانكشن انت مشكلتك ايه في الحياه؟ تقول لك اه ده انا ما عنديش مشاكل خالص، ازاي؟ ده انت معاك سكوير روت. هتقول لك اه انا معايا سكوير روت، بس انا مأمنه نفسي بالاكس اللي موجوده جوه عندي ان الباور بتاعها ايه؟ الباور بتاعها ايفن، فمعنى ان الباور بتاعها ايفن معناها ان ده امبوسيبل ان هو يكون ايكوال نيجاتيف، فبالتالي الاكس هتاخد الفاليوز بتاعت الار كلها من غير اي ايه؟ اي اكسبشن. تمام كده، كلام جميل قوي قوي يا ولاد. طيب نيجي نبص على السؤال نمبر 20 يا جماعه، من الاسئله المهمه جدا جدا جدا. طبعا السؤال ده المفترض ان انا معايا سكوير روت اكس باور 2 ماينس 4. ايه مشكلتك يا فانكشن؟ اه ده انا عندي مشكله كبيره جدا. اه ايه مشكلتك بقى؟ قال لك ان المشكله بتاعتي ان انا تحت الايفن روت، ومعايا تحت الايفن روت معايا كوادراتيك ايكويجن، والكوادراتيك ايكويجن دي مي بتكون نيجاتيف مي بتكون بوزيتيف مي بتكون ايكوال زيرو، فبالتالي احنا هنسترجع كده معلوماتنا في اولى ثانوي اللي هو موضوع الساين اوف فانكشن، اللي هو من اهم الموضوعات اللي درسناها في اولى ثانوي في الالجبرا يعني. ايه موضوع الساين اوف فانكشن ده؟ القصه كلها ان انا بمسك الكوادراتيك ايكويشن بتاعتي اكس باور 2 ماينس 4 ايكوالز 0، بحطها ايكوال 0 عشان اجيب الزيروز بتاعتها، فلاقي ان الزيروز بتاعتها هي عباره عن نيجاتيف 2 ايه و2، وكنا في اولى ثانوي بنرسم نمبر لاين، اللي فاكر معايا نرسم نمبر لاين كده، وبنحط الروتس بتاعنا اللي هو نيجاتيف 2 و2 عندهم ايكوالز 0، بقى في عندنا 3 بارتيشنز، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، حد يفكرني كده؟ اه كان الساين اتحط على حسب
كوفيشنت بتاع الاكس سكوير هو بوزيتيف هنا اهو، فده هيكون از كوفيشنت يعني بوزيتيف، هنا هيكون اوبوزيت يعني نيجاتيف، وهنا هيكون ايه از يعني بوزيتيف. طيب ده ايه علاقته، ايه علاقته بموضوعنا بقى؟ علاقته بموضوعنا ان انا عايز تحت الروت ايه، عايز بوزيتيف ولا عايز نيجاتيف؟ لا انا عايز بوزيتيف، يعني مش عايز النيجاتيف يظهر لي فين، في الفانكشن دي تحت السكوير روت. فهنا عندي الافيلابل فاليوز للاكس موجوده واضحه على النمبر لاين، يعني الاكس امتى هتحقق ان هي تكون الفانكشن بوزيتيف. طبعا واضح ان انا عندي ار كلها بس ما عدا الحته اللي في النص دي، ما عدا نيجاتيف 2 و2، وعشان النيجاتيف وال2 وال2 دول افيلابل يعني عادي ان يطلع السكوير روت بزيرو يعني، فانا نيجاتيف 2 و2 دول معايا، واحنا قلنا ان الديفرنس بتقلب مفهوم الانترفال، فانا هختار الاختيار الثاني ده، هو ده اللي هيحقق معايا او ان هو هيساعدني ان انا هحمي الفانكشن دي من ايه، من القيمه النيجاتيف. طيب نمبر 21، عايز الدومين بتاع الفانكشن اللي قدامنا دي، الفانكشن دي عندها مشاكل، اه ده عندها مشاكل كبيره جدا. طب ايه مشكلتك؟ قال لك انا عندي مشكله فوق وعندي مشكله تحت. ايه المشكله اللي فوق؟ المشكله اللي فوق ان انا عندي سكوير روت. طب اغطيها ازاي المشكله دي؟ اه ان انا اعمل اكس بلس ال5 جريتر ذان اور ايكوالز 0، تو يبقى الاكس greater than or equals negative 5، يعني الحته الاولانيه اللي فوق دي، دي خلصت معايا ان ايه الافيلابل اكس بتاعها من اول negative 5 لحد فين؟ لحد انفينيتي. جميل جدا. يبقى انا اختار كده بقى، اختار بقى negative 5 لحد انفينيتي؟ لا مش هينفع، ما انا في عندي في الدينومينيتور، في عندي مشكله في الدينومينيتور اكس باور 2 ماينس 4، دي لازم نشوف لها حل. طيب اكس باور 2 ماينس 4 لما تكون ايكوالز 0 ونطلع فاليوز للاكس بسرعه كده، هنلاقي ان الاكس تبقى ايكوال كام؟ تبقى ايكوال نيجاتيف 2 او 2، يعني برضو الفانكشن دي مش قابله ولا النيجاتيف 2 ولا ال 2. فعشان نجيب بقى الفاينل دومين للفانكشن دي، فانا هجيب الانترسكشن بتاعنا. يعني ايه الانترسكشن؟ يعني انا فوق، انا قلت دلوقتي فوق ان انا محتاج الفاليوز بتاعت الاكس من نيجاتيف 5 لحد انفينيتي، بس في نفس الوقت انا مش عايز يطلع لي في الفانكشن دي نيجاتيف 2 و2، عشان دي هتسبب مشكله فين؟ في الدينومينيتور، مش كده؟ طيب يبقى انا لازم بقى نيجاتيف 2 و2 لو هم موجودين في الانترفال ده، يبقى لازم هعمل لهم ريجكت ان انا استبعدهم. طبعا نيجاتيف 2 و2 اكزيست في الانترفال ده، فانا هقول ان الدومين الفاينل الانترسكشن ما بينهم يعني هو عباره عن نيجاتيف 5 وانفينيتي، بس نشيل منها مين؟ نشيل منها النيجاتيف 2 ايه؟ النيجاتيف 2 وال2. تمام كده؟ تمام كده. طيب بعد كده تعال نبص كده على السؤال اللي بعده. الدومين بتاع الفانكشن اللي قدامنا دي بيقول ان هو ار ديفرنس 3، هو عايز يعرف كيب كام. معلش، هو لما قال الدومين ار ديفرنس 3، هو يعني ايه؟ هو عمل ريجكت ل3 واستبعد ل3 ورماها في الشارع ليه؟ قال لك اه ما انا مش عايزها، لان طالما هي ريجكت من الدومين معناها ان ال 3 دي لو دخلت على الاكسات تحت كده اهو، هيحقق ان ده ايكوال كام؟ زيرو. فتيجي نعمل كده، يلا نحط اكس ب 3، فيبقى عندي 3 باور 2 ماينس 6 تايمز 3 بلس كي، الكلام ده ايكوالز زيرو. هنعمل سولفنج للايكويشن اللي قدامنا دي، فهنطلع كي بتساوي كام؟ هنطلع كي بيساوي، حد حسبها؟ تمام، بيساوي 9. يبقى الكي بتساوي كام؟ الكي بتساوي 9. طيب ال 23، if the domain of the function اللي قدامنا دي برضو r except negative 2 و2، يبقى then m equals كام؟ طب هو نفس الموضوع بالظبط، يعني نفس الموضوع بالظبط. انا هو الدومين ال r difference negative 2 و2، هو ليه عمل ريجكت للنيجاتيف 2 2؟ قال لك لا، هو نيجاتيف 2 2 اي واحده فيهم يعني هتعمل لي مشكله في الفانكشن، معناها لو واحده فيهم سواء نيجاتيف 2 او 2 دخلت على الاكس هنا اهو، هتسبب ان هي تبقى ايكوال كام؟ تبقى ايكوال 0. فتعالى ناخد البوزيتيف 2 اريح لينا، يعني يبقى 2 باور 2 ماينس ام، الكلام ده هيعمل مشكله ان هي ايكوال 0، فبالتالي هنطلع الام ايكوال كام؟ ايكوالز 4. يبقى هنا ام ايكوال كام؟ equal 4. كلام جميل جدا.
طيب which of the following graphs represent a function in x؟ ايه ده؟ وانا هعرف من فين ان دي function ولا مش function؟ معلش، هو ايه الديفينيشن بتاع الفانكشن الاساسي؟ ان each element of x has only one image in y. فتعالى كده نراقب كده الجرافز اللي قدامنا ونشوف هل ده متحقق الكلام ده فين. طب الجراف الاولاني فيجر 1، اه فيجر 1 ده فانكشن، مفيش عندي اي فاليو للاكس ليها 2 ايمجز، فطبعا فيجر 1 دي تعتبر فانكشن. طيب فيجر 2 فانكشن ولا نوت فانكشن؟ لا نوت فانكشن. ليه؟ تعال نبص كده على ال1 يا ولاد. ال1 ظهر له ايمج هنا وظهر له ايمج هنا وظهر له ايمج هنا وظهر له ايمج كتيره على اللاين اللي هو الفيرتيكال لاين ده، فبالتالي دي نوت ايه؟ نوت فانكشن. طيب تعال نبص على دي كده، يا ترى دي فانكشن ولا مش فانكشن؟ اه طبعا دي فانكشن، برضو ما عنديش فاليوز للاكس، اي قيمه للاكس ليها ريبيتد ايه؟ ايمج، فدي تعتبر ايه؟ فانكشن. طبعا دي فيجر 4 طبعا دي مش فانكشن خالص، لان انا عندي ال1 عنده ايمج فوق وايمج تحت، وال2 عندها ايمج فوق وايمج تحت، فطبعا دي نوت فانكشن. فالفانكشنز اللي عندي بيتمثل في فيجر 1 وفيجر كام؟ فيجر 1 وفيجر 3، يبقى هو ده اللي انا ايه؟ اللي انا هختاره. طيب تعال نبص بقى السؤال نمبر 25، برضو عايز الدومين بتاع الفانكشن دي. طب معلش، وانا الفانكشن دي هو الاود رود ده، هل هو ده هيشغلني بحاجه ولا هيأثر بحاجه في الفانكشن؟ ابدا، الاود رود ده ما عندوش اي مشكله مع اي فانكشن، لان يعني هو مش هيطلع undefined حتى لو كان اللي جواه ايه؟ اللي جواه نيجاتيف. فانا هركز في المشكله العاديه اللي عملناها قبل كده، هي المشكله اللي تحت دي. طبعا نفس الكلام، x minus 2 greater than or equal 0 then x greater than or equal 2، يبقى الدومين بتاعنا من 2 closed لحد فين؟ لحد infinity. تمام كده؟ تمام. طيب دي الاوبريشنز اوف ذا فانكشن. احنا كنا اتفقنا على حاجه في الاوبريشن بتاعت الفانكشن دي، ان انا القصه كلها في الاوبريشن في البلس او الماينس او التايمز او حتى الديفايدد، يعني بجيب الانترسكشن بتاع التو دومينز مع بعض، ما عدا لو انا عملت اشتغلت على الايه، على الديفيجن اوبريشن، فبالتالي هيظهر لي دينومينيتور، فطالما ظهر دينومينيتور فلازم نعمله اكسكيوز لاي زيروز يطلع فين؟ يطلع في الدينومينيتور. اعتقد احنا حلينا مع بعض في الجروبس كلها، يعني اي دي حليناها اعتقد، واي في حليناها برضه. كنا قلنا ان طبعا واضح جدا ان الدومين الاولاني، الدومين بتاع الاف هو من نيجاتيف 5 ل 3، والدومين بتاع الجي هو من نيجاتيف 2 لحد كام؟ لحد 6. فانا عندي التو دومينز موجودين قدامنا اهو، الانترسكشن بتاعهم حد فاكر كان ايه؟ لما عملنا الدومين بتاع الاف انترسكشن الدومين بتاع الجي كنا عملنا ايه؟ اللي مش عارف واللي مش فاكر كان ممكن يرسم كده النمبر لاين عشان برضو يبقى نفتكر مع بعض كده. الاولاني نيجاتيف 5 لحد 3، والاثنين كلوزد، دي كلوزد دي كلوزد اهي، والثانيه من نيجاتيف 2 هنا اهو، نيجاتيف 2 لحد 6، والاثنين كلوزد برضو، كلوزد كلوزد كده. فانا عندي طبعا الكومون دومين هو مين؟ من نيجاتيف 2 لحد ايه؟ من نيجاتيف 2 كلوزد لحد مين؟ لحد 3. هو بقى الكومون دومين ده هيتكرر معايا سواء كانت العمليه بلس او ماينس او ايه؟ او تايمز. اما لما تبقى ديفايدد فبنعمل ريجكت بقى للزيروز اللي هتطلع فين؟ تحت في الدينومينيتور. طبعا الرول، هو عايز الرول كمان، الرول ان انا هعمل البلس او الماينس او التايمز ايا كانت الاوبريشن، واوبتيند بقى الرول اللي هتطلع، سواء تطلع في دي نيجاتيف 2 لما نعمل سبتراكشن، لما نعمل مالتيبلاي هيطلع اكس باور 4 ماينس 1، لما نعمل الديفايد هيطلع معايا اكس باور 2 بلس 1 اوفر اكس باور 2 ماينس 1. تمام. بعد كده في عندنا فانكشن اسمها x f of x equals x و g of x equal x minus 1 then the domain of f minus g. هو عمل ماينس ماينس، يبقى انا ما عنديش مشكله في الديفايدد يعني. فطبعا الفانكشن الاولانيه دي هو مش محدد دومين ليها، فدي الدومين بتاعها هو r، والفانكشن دي برضو بولينوميال فانكشن زي صاحبتها، برضو الدومين بتاعها r، فلما نعمل r intersect r يبقى الفانكشن
النيو فانكشن اللي هي اف ماينس جي اتس دومين هتبقى ار برضه. طيب تعال نبص اللي بعدها كده. هنا عمل جايب اف تايمز جي، مفيش مشكله خالص. الدومين بتاع الاف مبدئيا، الدومين بتاع الاف هجيبه ازاي؟ هو مشكلته مشكلته ان انا في عندي سكوير روت، يبقى اكس جريتر ذان اور ايكوالز 0، يبقى الدومين بتاعها هو عباره عن 0 كلوزد لحد انفينيتي. الفانكشن الثانيه جي اوف اكس دي بولينوميال فانكشن، يبقى اتس دومين ار، يبقى الدومين بتاع الجي بيساوي ار. لما نيجي نعمل الانترسكشن ده مع ده هيطلع لي ايه؟ هيطلع له من 0 كلوزد لحد فين؟ لحد انفينيتي. تمام. تعال نبص نمبر 4. نمبر 4 ممكن فيها مشكله. فيها مشكله. تعال نشوف الاول، هو طالما ديفايدد يبقى انا هتوقع مشكله، الا اذا كان الدينومينيتور ده ما فيهوش مشكله، ما يحققش زيرو. يعني هو الاف اوف اكس دي بولينوميال فانكشن، يبقى الدومين بتاع الاف بيساوي ار. دي بولينوميال سبيشال يعني كونستانت فانكشن، الدومين بتاعها برضو بيساوي ار. لما نيجي نعمل انترسكشن يبقى هيساوي ار برضو. النيو فانكشن اف اوفر جي، هل الجي دي عندها مشكله؟ هل الجي دي لو اتحط دلوقتي، لو اتحط ال 3 ده تحت في الدينومينيتور هيعمل مشكله؟ لا مش هيعمل مشكله، ان هي كونستانت عند ال 3، فبالتالي الدومين بتاعنا هو ايه برضو؟ هو ار. تعالوا نبص بقى دي. دي فيها مشاكل، ممكن تبقى فيها مشاكل بقى. اول حاجه انا عندي تو فانكشنز والاثنين فيهم سكوير روت، معناها فيها مشكله. في مشكله، بس نعمل بسرعه بقى. دي لما نعمل ده، نعمله اللي تحت ده جريتر ذان اور ايكوال 0، فهنلاقي ان الدومين بتاعها هو من اول 1 لحد انفينيتي، ده يعتبر الدومين بتاع مين؟ بتاع الاف. طيب الجي هنشتغلها شويه كده عشان فيها، هنقلب فيها العلامه. 3 ماينس اكس جريتر ذان اور ايكوال 0، يعني نيجاتيف اكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 3، يعني نركز كده هنقلب، يبقى اكس سمولر ذان اور ايكوال 3، يبقى الدومين بتاع الجي بيساوي من نيجاتيف انفينيتي لحد 3 ايه كلوزد. عشان نجيب بقى الانترسكشن، انا عايز اجيب الدومين بتاع الاف انترسكت الدومين بتاع الجي، لان انا بشتغل اوبريشن بشتغل بلس. فهنلاحظ ان الانترسكشن مع، لو جينا رسمنا النمبر لاين بتاعنا هنلاقي ان الانترسكشن بتاعنا هو ايه؟ هو من 1، او اللي نيجي نرسم برضو افضل عشان نتشك علينا برضو. لو جينا رسمنا يبقى انا عندي من 1 كلوزد لحد انفينيتي اهو، وعندي من نيجاتيف انفينيتي لحد 3، دي 3 هنا اهو، وانا شغال بالاتجاه ده كده، فانا هاخد الجزء اللي في النص ده، يبقى من 1 كلوزد لحد كام؟ لحد 3 كلوزد. طيب تعال نبص اللي بعد كده. طبعا دي كيوب فانكشن، كيوب روت، سوري. طالما هي كيوب روت ما عندهاش مشكله خالص، يبقى الدومين بتاع الاف بيساوي ار، ودي برضو كيوب روت، شكرا برضو، يبقى الدومين بتاع الجي بيساوي ار برضو. يبقى لو هو عايز اوبريشن بلس تايمز ماينس، يبقى انا هقول له ار على طول. اما هنا بقى هو عامل لي جي اوفر اف، فالاف دي خلي بالنا منها بقى، ان هي الاف بتاعتي اللي قدامنا المفترض ان هي اكس بلس 2 هتحقق تبقى ايكوال 0 امتى؟ لما الاكس بيساوي نيجاتيف 2، فلازم النيجاتيف 2 دي نخلي بالنا منها، ما نحطهاش في الفانكشن الجديده، فاحنا هنقول ار كلها بس ما عدا مين؟ ما عدا نيجاتيف 2. كلام جميل جدا. طيب الكومبوزد فانكشن، احنا كنا عملنا كل الكلام ده اعتقد، حلينا كل الكلام ده في السيشن. تعال نبص نمبر 7 دي مثلا. طبعا اف كومبوزد جي اوف 4، اف كومبوزد جي احنا قلنا معناها اف كومبوزد جي دي معناها ان احنا طبعا اوف اكس اهو، ان انا بدخل الفانكشن جي على الفانكشن مين؟ على الفانكشن اف، يعني كاني بقول اف اوف جي اوف اكس. فالجي اوف اكس دي الفانكشن دي كامله هتخش على الفانكشن دي من خلال مين؟ من خلال الاكس. فطبعا النيو رول بتاعتنا هي هتبقى روت
اكس بلس كام؟ بلس 3. طيب دي للنيو رول. لما نيجي بقى نعوض، هو عايز اف او جي اوف مين؟ اوف 4. فهنحط الاكس هنعوضها ب 4، يبقى روت 4 بلس 3 يعني 2 بلس 3 يعني بتساوي كام؟ بتساوي 5. تمام كده؟ يعني هي 5 مش روت 5، لان روت 4 ب 2، 2 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 5. فالانسر بتاعت السؤال ده هو هيبقى ايه؟ هيبقى 5 مش روت 5. تمام كده؟ طيب تعال نبص بقى ايه على السؤال اللي بعده. هنا عندي فانكشن واحده اسمها اف، وهو عايز يعمل اف كومبوست اف، يعني يدخل اف على نفسها. يعني النيو فانكشن اف اوف اف اوف اكس تبقى واخده الشكل ايه بقى؟ بص بقى، دي الفانكشن اف الاساسيه الاولانيه، هنروح شايلين الاكس دي ومدخلين الفانكشن نفسها، يبقى هي في جوه عندي سكوير روت اكس ماينس 1، وبعدين ماينس 1 اللي موجوده اصلا في الفانكشن دي. النيو رول هو عايز بقى يعوض بكام؟ عايز يعوض ب 5، فنروح عاملين سكوير روت ونعوض هنا ب 5. 5 ماينس 1 4 روت، روت 4 بكام؟ روت 4 ب 2، يبقى 2 ماينس 1 يعني بتساوي في النهايه كام؟ بتساوي في النهايه 1. كلام جميل جدا، اعتقد ده كله برضو احنا اعتقد حليناه مع بعض غالبا. يعني نبقى نبص عليه برضو لوحدنا كده ونشوف الدنيا ايه، لو فيها مشكله نناقشها مع بعض ان شاء الله المره الجايه. تعال نخش على المونوتون بتاع الفانكشن كده. هنا عايز نعمل جراف للفانكشن اللي قدامنا دي، عايز نعمل جراف، وعايز من خلال الجراف نعمل ديسكشن للفانكشن، ان انا اجيب الثلاث حاجات المهمين لحد دلوقتي، يعني اجيب الدومين واجيب الرينج واجيب المونوتوني. قلنا ان المونوتوني هو عباره عن ايه؟ البيهيفير بتاع الفانكشن، الانكريزنج والديكريزنج بتاع الفانكشن. فانا مبدئيا دلوقتي ممكن نعملها على طول على فكره، بس نراجع شويه برضه عشان الناس اللي برضه ما كانتش حاضره في الاول تبقى فاهمه. اول حاجه هي دي الاولانيه، طبعا دي اسمها مالتي بيزس فانكشن. مالتي بيزس فانكشن بمعنى ان هي فانكشن واحده بس ديفايند على تو رولز، واحنا ملاحظين ان الرول الاولانيه دي كونستانت والرول الثانيه دي لينير، يعني هما الاثنين هيترسموا عباره عن لاين، بس اللاين اللي هيترسم بقى في الكيس اللي قدامنا دي على حسب الكونديشن. الكونديشن ده اكس سمولر ذان نيجاتيف 1، ات مينز ان انا هيشتغل او الرسمه هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن ري، ودي نفس الكلام هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ري. ممكن نشتغل مع الرسم كده على طول ولا نعمل تيبل؟ نعمل تيبل ماشي. لو جينا عملنا جدول بسرعه كده للرول الاولانيه، هنلاقي عندنا ايه؟ هنا عندي اكس وهنا عندي واي، هنا في عندي نيجاتيف 1، نيجاتيف 1 بس نخلي بالنا هو اوبن عشان ما فيش علامه الايكوال هنا. لما نيجي نعوض نيجاتيف 1 هنا هي كونستانت، فايكوال كام؟ ايكوال 3. سمولر ذان نيجاتيف 1 نختار اي رقم اصغر من نيجاتيف 1 زي نيجاتيف 2 بس هي كونستانت برضه، يبقى ايكوال 3. يبقى انا عندي نيجاتيف 1 و3، يبقى دي اول بوينت بس هي اوبن، وعندي نيجاتيف 2 و3 يبقى هنا واخده شكل الري بتاعنا، يبقى هو الفانكشن الرول الاولانيه بالمنظر ده. طيب الثانيه يلا كده سريعا كده برضو كده وكده، يبقى انا عندي هنا اهو في عندي اكس وفي عندي واي، ستارت من النيجاتيف 1 بس النيجاتيف 1 كلوزد هنا، وجريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 1 سي 0 مثلا اسهل حاجه. نيجي نعوض في الرول دي بنيجاتيف 1 يبقى هي نفسها نيجاتيف 1 وال0 هو نفسه 0، فهنقول هنا عندي نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 اهي كلوزد، و0 و0 اللي هي الاوريجن بوينت اهي، والشكل واخد معايا المنظر اللي قدامنا ده كده. تعال بقى نشوف بقى ايه المطلوب مننا. المطلوب مننا ثلاث حاجات. رقم واحد الدومين، كله قال معايا الدومين ولسه ما حدش قال انا سامع كله بيقول الدومين بتاعي ان انا واخد الدومين من الليفت من النيجاتيف انفينيتي حسب السهم ده، ورايح لحد انفينيتي برضه حسب السهم ده، لان انا في الدومين بركز على مين؟ على الاكس اكسس. طيب بالنسبه للرينج برضه انا سمعت حد بيقول للرينج يا مستر واضح جدا قدامنا ان هو من الداون للاب
من اول نيجاتيف 1 على الواي اكسس، والسهم ده يوصلني فوق لحد فين؟ لحد انفينيتي. يبقى من نيجاتيف 1 لحد فين؟ لحد انفينيتي. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للرينج. بالنسبه للمونوتوني، واضح يا جماعه ان البرانش الاولاني ده هو كونستانت، والبرانش الثاني ده انكريزنج. فانا بقول المونوتوني بتاعي، المونو بتاعي هو الفانكشن دي كونستانت، اقول ان هي كونستانت فروم نيجاتيف انفينيتي لحد نيجاتيف 1 اوبن، نيجاتيف 1 اوبن. واحنا قلنا بنعمل الفانكشنز كلها، سوري الانترفالز، الانترفالز كلها في المونوتوني بعمله ايه؟ بعمله اوبن. الفانكشن السكند رول انكريزنج، يبقى هي انكريزنج من نيجاتيف 1 لحد فين؟ لحد انفينيتي. ودي كده ايه؟ خلص الديسكشن بتاعه اللي هو عايزه. هنيجي بعد كده في الرسومات اللي جايه يا جماعه، هنعوض على طول بقى، يعني مش هعمل جداول. احنا اتعلمنا موضوع الجداول بقى، لان احنا في ثانيه ثانوي احنا قلنا مش قصه جداول، احنا القصه كلها في ثانيه ثانوي قصه سكتش بعد كده، فانا هنرسم بسرعه بقى. بس انا هنعرف بقى ان الرول الاولانيه دي ليها ستارت وليها اند، فهي عباره عن سيجمنت، والسيجمنت ده كلوزد من ناحيه واوبن من ناحيه، والسكند برضه سيجمنت بس اوبن في الناحيتين، فهتبقى كده. يلا بقى نعوض على طول. هنا هنعوض مره بنيجاتيف 1 ومره بكام؟ ومره بزيرو. هنا لما ندخل نيجاتيف 1 هنا اهو، تبقى نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، يبقى انا عندي كده اهو كلوز. ولما ندخل زيرو هنا يبقى زيرو وزيرو اهي، بس هتبقى ايه؟ هتبقى اوبن. اروح عامل كده اهو اللاين بتاعي. طيب الثانيه هندخل هنا مره زيرو ومره كام؟ ومره 3، بس هي ايه بقى؟ اوبن برضو في الناحيتين، يبقى انا زيرو وزيرو، يبقى هي نفس المكان. اوبن على اوبن يبقى اوبن، خلي بالنا. اوبن على كلوزد تبقى كلوزد، كلوزد على اوبن تبقى كلوزد، يعني الكلوزد اقوى دايما. 3 بقى يبقى نحط هنا اكس ب 3، هيحقق معايا 3 ونيجاتيف 3، يبقى كده واوبن برضو. وبعدين نوصل اللاين سيجمنت المسطره بتاعتنا لحد كده اهو، دي الرسمه بتاعتنا. يلا بسرعه كده، حد يقول لي الدومين. الدومين على الاكس اكسس، تأولي هنا يعني بدأت من نيجاتيف 1 وانتهت عند ال 3، صح كده؟ يبقى انا عندي من نيجاتيف 1 كلوزد لحد 3، بس ال 3 دي ايه؟ اوبن. يلا سريعا كده الرينج يا ولاد، الرينج على الواي اكسس من الداون للاب، يبقى بدأت من تحت من اول نيجاتيف 3 وخلصت فوق اوبن، خلي بالنا. وفوق اقصى قيمه ليها هي زيرو برضو، بس ايه؟ اوبن. يلا المونو بتاعنا، المونوتوني بتاعنا هي تو برانشز نجزأه حته حته كده. الجزء الاولاني من نيجاتيف 1 اوبن لحد زيرو اوبن. مين يقول لي دي ايه اللي حصل هنا للفانكشن دي؟ اللي حصل مثلا هي بتطلع، هي انكريز، وبعدين من زيرو لحد 3 حصل ان الفانكشن بقى انتكست بقى، لانها ان هي نازله لتحت كده، فهي الفانكشن في الحاله دي تبقى ايه؟ تبقى ديكريزنج من زيرو لحد ايه؟ لحد 3 كده. كل الموضوع سهل كده وبسيط. طب يلا نشوف بقى الفانكشن اللي قدامنا دي برضه يا جماعه، هنعوض على طول من غير ما نعمل جداول. ده سيجمنت صح، ده هيبقى سيجمنت، وده هيبقى سيجمنت، وده هيبقى سيجمنت، كله عباره عن ان ليها ستارت وليها ايه؟ وليها اند. تعال نبص واحده واحده، يلا نعوض بالستارت وبالاند للرول اللي قدامنا. 2x حط x ب 0 يبقى 0 و0، يبقى انا عندي هنا 0 و0 اهي كلوز والاوبن كلوز اهي كلوز. وتعال نحط 3، 2 تايم 3 يبقى 6، يبقى انا عندي 3 رايحه لحد فين؟ لحد 6 زي مثلا هنا اهو، انا عندي مش مكفيه الرسمه دي، بس اعتبر ان 6 هنا مثلا، يبقى من 3 لحد 6 يبقى سيد. احنا ايه شغالين هنا اهو، كلوز ولا اوبن؟ دي اوبن يا مستر. اقول له حاضر يا سيدي اوبن اهو، ونوصل بالمسطره بتاعتنا لحد ال 2 بوينتس مع بعض كده. معلش احاول اظبطها لان انا مش معايا المسطره كده. جميل جدا. طب يلا السكند، السكند دي مثلا احنا كلنا شايفين ان هي كونستنت، يا سلام دي مريحه جدا للكونستنت، يعني وات ايفر فاليو اوف اكس الريزلت هيبقى كام؟ هيبقى 6 صح كده؟ تمام. يلا كده 3 و6 كلوزد، كلوزد 3 و6، ايه ده؟ ما هي اوبن يا مستر، احنا قلنا يا جماعه الكلوزد
لما تيجي على الاوبن الكلوزد تغلب الكلوزد اقوى فتبقى دي كلوزد. طيب 5 و6 او الحاضر يبقى 5 و6 يبقى احنا هنا اهو في المكان ده كده اهو، ونوصل اللاين بتاعنا كده اهو. جميل جدا. عندي بقى اللاست رول معاها من 5 لحد 7، طبعا دي انا حاطط لها اكستنشن عشان تبقى واضحين قدامنا كده، واضحه دي 6 سي ودي مثلا 7، اتفقنا؟ يلا عوضوا ب 5 هنا، 21 ماينس 3 تايمز 5 يعني ماينس 15، يعني هتبقى كام؟ هتبقى 6 مش كده؟ كلوز دول اوبن اوبن ماشي، يبقى من 5 تطلع فوق. ما هي كلوز دي مثلا نفتحها، اقول له لا قلنا ان كلوز ده اقوى فهي كلوز ما تفتحهاش، يبقى هي ايه؟ يبقى هي كلوز زي ما هي. وبعدين 7 لما نيجي نعوض ب 7 يبقى 21 ماينس 21 يبقى 0، يبقى انا شغال لحد هنا كده اهو، يبقى كلوز 7 و0. وبعدين نوصل بالمسطره كده لحد هنا، دي الفانكشن بتاعتنا. طيب تعال بقى نعمل ديسكشن يلا. حد قال لي الدومين ايه؟ الدومين يا ولاد، الدومين يا مستر احنا حفظنا خلاص، الدومين بيجي من الاكس اكسس من الشمال لليمين، فانا شمالك زيرو بدأت وخلصت في اليمين عند مين؟ عند ال 7، يبقى هي من زيرو لحد 7 كلوزد. طيب بالنسبة للرينج، الرينج على الواي اكسس من تحت لفوق برضو، بدأت من عند الزيرو يا مستر وانتهت عند ال 6، جميل جدا. طب بالنسبة للمونوتوني بقى، المونوتوني عندنا هنا ايه بقى؟ 3 انترفلز مختلفين، يعني الفانكشن اللي قدامنا البيهيفير بتاعها اتغير 3 مرات. هقول لك ازاي، هقول لك بص كده معايا، من اول 0 لحد 3 الفانكشن كانت انكريزنج، وبعدين من 3 لحد 5 الفانكشن ثبتت كونستانت، وبعدين اخر حاجه من 5 لحد 7 الفانكشن حصل لها ديكريز. لو جينا قسمناها كده اهو من الزيرو لحد ال 3 اهو، ومن ال 3 لحد ال 5 اهو، ومن ال 5 لحد ال 7، فهنا عندك هنا اهو ده انكريز، وهنا ده كونستانت، وده ديكريز. اتفقنا؟ طيب يلا نعملها الفانكشن دي بسرعه مع بعض برضو يا جماعه من غير تيبلز على طول. هنا عندي هيطلع عندي هنا ري، طبعا هنا في عندي ري، وهنا برضو في عندي ايه؟ في عندي ري. الستارتنج بوينت بتاعنا من اول 1 اوبن، هنعوض 1 يبقى 1 ونيجاتيف 1، 1 ونيجاتيف 1 اوبن، سمولر ذان 1 سي 0 يبقى 0 0 مثلا، يبقى اتجاه الري بتاعي واخد الدايركشن اللي قدامنا ده كده. السكند ستارت من 1، 1 كلوزد اه كلوزد، عوض هنا ب 1، 2 تايمز 1 ماينس 1 يبقى 1، يبقى 1 و1 كلوزد اهي. وبعدين جريتر ذان 1 سي 2 مثلا، 2 تايمز 2 4، 4 ماينس 1 3 يبقى 2 و3، يبقى احنا هنا اهو. وبعدين نروح واخدين اتجاه الري بتاعنا بالمنظر اللي قدامنا ده. يلا بسرعه كده حد يقول لي الدومين ايه؟ الدومين يا مستر ار كلها حتى باينه من هنا، انا خدت اصغر من 1 وخدت اكبر او ايكوال 1، يبقى انا خدت كل ارقام الاكس اكسس. يلا الرينج، الرينج من اول نيجاتيف 1 من تحت على الايه؟ على الواي اكسس، يبقى من نيجاتيف 1 اوبن لحد فين؟ لحد انفينيتي. بالنسبه للمونوتوني بتاعنا الفانكشن حصل لها حاجتين، حصل لها ان هي من نيجاتيف انفينيتي لحد ال 1 اوبن الفانكشن كانت ديكريز. ما حدش يقول لي ان السهم يا مستر ماشي كده، انا مش باخد يا جماعه من اليمين للشمال، انا باخد من الشمال يعني الاتجاه المونوتوني اتجاهه كده، فانا ماشي كده ديكريز 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 لحد ال 1. وبعدين حصل بقى عند الكريتيكال بوينت 1 ده، من ال 1 لحد انفينيتي الفانكشن اتغيرت بقت ايه؟ حالها اتغير بقت انكريز. واضحه كده؟ طيب الفانكشن اللي قدامنا دي بيقول لي ان الفانكشن دي انكريزنج، مع ده السؤال ده بيفهمنا موضوع المونوتوني بس الجبريكلي، بيفهمنا الجبريكلي. احنا اتفقنا على حاجه، كنا قلنا ان الفانكشن انكريز ات مينز ان انا وانا ماشي في الاكس اكسس لما الاكس بتزيد يبقى واي بتزيد،
تزيد زيها. لما تكون الفانكشن ديكريز فبيحصل عندي انفرس، يعني كل اكس ما تزيد كل ما يحصل للواي بيحصل لها ايه؟ الواي بتقل. فهل ده معناه ان الفانكشن من نيجاتيف 7 و7 هي انكريز؟ هل ده معناه ان اف اوف 0 ايكوال اف اوف 7؟ طبعا الكلام ده لا، لان دي معناها بيحقق ان الفانكشن بتكون كونستانت. اف اوف نيجاتيف 1 جريتر ذان اف اوف 7. معلش بقى اللي مش مركز كده ممكن يعني ايه؟ يعني يرسم كده الاكسس بتاعنا، ده الاكس اكسس بتاعنا اهو، وقال من نيجاتيف 7 هنا لحد مين؟ لحد 7. خلاص كده؟ تعال نبص بقى المشكله هنحلها ازاي دلوقتي. هل اف اوف نيجاتيف 1 اكبر من اف اوف 7؟ فين اف اوف نيجاتيف 1؟ نيجاتيف 1 هنا اهو و7 اهي. وقال ان الفانكشن بيحصل لها ايه يا اولاد؟ انكريز. انكريز يعني واخده الشكل ده كده، بتزيد كده اهو. هل اف اوف نيجاتيف 1 هنا جريتر ذان اف اوف 7؟ طبعا لا، ان اف اوف نيجاتيف 1 دي اصغر من اف اوف 7، فده الكلام ده مش مظبوط. طب اف اوف 3 جريتر ذان اف اوف نيجاتيف 5؟ 3 هنا اهو، ايمج اوف 3 يعني اكبر من اف اوف نيجاتيف 5. اه طبعا فعلا، لان في الحاله دي حصل ان ال 3 نفسها، ال 3 نفسها اكبر من النيجاتيف 5. فلو حصل ان الاف اوف 3 اكبر من الاف اوف نيجاتيف 5 فده بيحقق ان الفانكشن فعلا ان هي ايه؟ ان هي انكريز. طيب تعال نتناقش في السؤال اللي قدامنا ده. فانكشن مرسومه جاهزه، هو بيقول ان الفانكشن دي انكريزنج. فين الانكريزنج بتاعي؟ اه هو انكريزنج فعلا من اول نيجاتيف انفينيتي مع الري ده لحد الرقم اللي قدامنا ده اللي هو نيجاتيف 4. بس طبعا احنا نتفق ان كل الانترفلز تبقى اوبن، يبقى من نيجاتيف انفينيتي لحد ايه؟ لحد نيجاتيف 4. طب والفانكشن دي كونستنت فين لحد فين؟ واضح ان هي كونستنت من اول نيجاتيف 4 لحد كام؟ لحد 4. يبقى هي كونستنت من نيجاتيف 4 لحد 4. طيب الجزء الاخير عايز يعرف الديكريزنج. الديكريزنج من اول فين بقى؟ من اول هنا اهو لحد هنا اهو، يبقى من اول 4 لحد مين؟ لحد 6. طبعا الانترفال قلنا ان هو هيكون اوبن. وبكده يا شباب نبقى خلصنا الجزء بتاع الالجبرا. الجزء الثاني طبعا هو جزء الدومين بتاع الفانكشن الجبريكي والاوبريشنز بتاع الفانكشن مع الكومبوزد فانكشن مع البيهيفير بتاع الفانكشن اللي هو المونوتوني بتاع الفانكشن. يا جماعه نتفرج على الفيديو كويس جدا جدا جدا، لان هنوفر وقت بعد كده. هحاول بقدر الامكان ان انا في كل حصه اعمل لكم كده ايه كوركشن من الهوم ورك عشان نوفر وقت الحصه اللي جايه باذن الله كده ايه، وننجز في المنهج بتاعنا عشان نخلص بدري ان شاء الله ونحل اكبر قدر من الامتحانات. ربنا يوفقكم ان شاء الله يا شباب، ربنا معاكم واشوفكم بخير ان شاء الله. باي باي.